وأنا متذكر لما زرت أمريكا في أول فترة بيل كلينتون قعدت أنا وهو ساعة ونص إحنا الاثنين بس. إيه رأيك في موضوع الصومال؟ قلت له أنت عاوز رأيي الشخصي بلا مواربة، إذا كنت تستمع إلي هقول لك. قال لي أوي أوي أنا عاوز، انصحني أعمل إيه؟ قلت له أنت رحت عشان العمل الإنساني واتقلب العمل الإنساني، أنت ما تشوف الشارع بتموتوا في الناس، اللي معاكوا واللي ضدكوا بيحاربوكوا، بتطلعوا بالطيارات تضربوا الناس، عملتوا مين طلع زعيم وبتاع وتعملوا حاجات كتيرة جدا هيحاربوكوا كل الصوماليين. قال لي والحل؟ قلت له رأيي أنا بقى الشخصي، معرفتي بالصومال، اقعد في المعسكر بتاعك اللي في المينا واشتغل عمل إنساني، وبعد كده خد بعضك واخلع، من طالما أنت موجود هيضربوا فيك. قال لي ما هيضربوا بعض؟ قلت له أسبوع أسبوعين وخلاص، طيب مش هتقدر توحده كده. وفعلا حصل، ادالي تعليمات سحب، حصل قتال كده يمكن 10-15 يوم من بعض، وأنا الوضع زي ما هو. وفي رئيس الصومال في برلمان الصومال بس قاعدين في كينيا. والان سياده الرئيس ممكن تطبق انا بخشى هذا الموضوع. لا انا بخشى ان نصل العراق في هذا الحد، بس هنا هتبقى مشكله، هتبقى مرتع للارهاب وجماعات الارهابيه لا حدود لها، ومش هيضر المنطقه بس وهيضر العالم. كل من هو ارهابي قال لك ده ارض خصبه هناك ناخد راحتنا. غياب الامن وغياب الدوله، انا بتكلم مع حتى رئيس الوزراء الامريكان والانجليز كلهم بفهمه، ساعات ما بيصدقوش الكلام ده لكن بعد شويه بيلاقوا واقع. طب العرب سياده الرئيس، يعني هل تعتقد انه ممكن يشكلوا قوه عسكريه عربيه من عدة الدول، وانه يذهب ان خروج الامريكان طيب تعمل ايه؟ انه ممكن تضبط الامن فين؟ في العراق. العراقي مش هيقبل ابدا اي واحد عربي عشان يجي يوقف في المرور يمين شمال ابدا، عنده عنجهية معينة مش هيقبل أبدا الواحد عربي يجي يديله تعليمات. كيف كان شعورك وانت وملقى القبض عليه صدام؟ كنت تتوقع أن النهاية له سيادة الرئيس هو اللي عمل في نفسه النهاية؟ واحد يقول لك أنا عندي النووي، ولا عنده النووي ولا عنده هباب، هو كان معه شوية فلوس وعاوز ياخد فلوس البترول اللي في الخليج كلها عشان يبقى قوة كبيرة وعاوز يبقى زعامة، بس الزعامة مش بالعافية وتخوف الناس أبدا إطلاقا يعني. لكن هو إيه يعني؟ طب مع إيران حربه 8 سنين، شوف موت كم مواطن عراقي، شوف الاقتصاد العراقي اتبهدل قد إيه، كان الفلوس اللي صرفها على القتال كان زمان العراق دي أغنى دولة عربية في المنطقة.